أنا دحمان إنه بيه نتواصل معاك وسيم. معناه موضوع تجديد العقد أصبح ضرورة ملحة اليوم. نشوفه في جماهير الأساسيس تطالب بأيمن دحمان. أيمن دحمان خرج وقال راني مستحيل نخون الفريق متاعي، وراني إذا فما حاجة لازم مصلحة الأساسيس فوق الجميع. قل له برشا كلام بين هذا وذاك، شنو جديد في الموضوع؟ والله نحكي لك بصراحة باش نكون معاك صادق وصريح. شوف أيمن دحمان كي راح من كوب دومون جاه فوق الأربع ولا خمس عروض، زوج فرق وقتها من تركيا ومنهم العرض جابوله الوكيل نتاع مرتضى بن والناس، معناها ومستعدين وقتها بيصحوا عقود مبدئيه. وحكيت انا وياه قال لي وسيم انا مستحيل من باب المستحيل السبعه انا نخون الجمعيه والجمهور يعيط وقت شديد بلانتي في اليابان. هيك تكستو قال لي الجمله دي، واضح انا جمله عودتها لك حرفيا كما قالها هو. قال لي مستحيل انا نخون الصفاقس وقت اللي عايط جمهور كامل نتاع الصفاقس. انا شديت اول ماتش المنتخب شديت بلانتي، مستحيل انا نخون جمهور سياسه كبيرين. اي 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 معناها راهو تكستو قال لي هيك. حتى المونتونات اللي كان يحكي فيها مع الفرق، واحد اول حاجه انه يطلب في حق النادي الشخصي. انا نحكي لك على فما هو ديرك، فما فرق دخل معاه ونادي الشخصي ويحكي وقال لي فهمتني انا مستحيل نكون النادي الشخصي جمهور والنادي هذا اللي تربيت فيه وانا ولد الجمهور راني مستحيل نقوله. واضح وديما يحكي على حق النادي الشخصي حتى هو ليبر، فهمتني؟ واضح 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 صديقي، يعطيك الصحة وسيم التايب، شكرا لك. كيف تفضل شوية لحظة ايمن مستاي شوية حسب ما حكيت انا وياه، معناها شكونك انت ولا شكونك؟ ايمن دحمان حارس النادي الشرقي، حارس المنتخب الوطني، اول حارس من النادي الشرقي يمسك في كاس العالم، فهمتني؟ هذه حاجه نورمالمون يفتخروا بها الناس الكل. معناها فما كلام معناها بس منه ايمن، اما قدرة ربي معناها باش يلقى حل مع هو 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 في الاخير. معناها يبقى ديما كلام نتاع جمهور وغيره وبرشا عباد، لانه محبه ايمن دحمان في قلوب جمهور الاساسيس معناها وحدها ما نعرفش. حاطط النادي الناس ورموز الكره التونسيه، معناها ايمن بصراحه فهمتني بس صراحة معناها توجع. وأنا نحكي لك في مواضيع أنا معناها نتحدث فيها أنا وياه شخصيا. أيمن دحمان وصل شارك في كأس العالم، أول حارس من النادي الشخصي يلعب كوب دومون، معناها هذا يتسمى حاجة باهية. وأيمن عمره ما يتكبر حتى في حياته الشخصية، ما يتكبر على حد. واضح واضح أكيد نعرف البروفيل نتاع أيمن دحمان، راهو إنسان بالحق عاقل وبتربي برشا وربي يعينه، أحسن قال حارس في تونس برمي أحسن للحراس اللي أنجبتهم كرة القدم التونسية. دونك هذا السهم الغارط بالنسبة لأيمن دحمان.